أهلا بكم. البداية من فلسطين، حيث شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة جمعة غضب تعبيرا عن الرفض الفلسطيني القاطع لما تسمى صفقة القرن الأمريكية، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها محاولة للقضاء على طموحات الشعب الفلسطيني. انطلقت مسيرة باتجاه الجدار الفاصل المقام على أراضي القرية في الجهة الغربية، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 5 شبان، كما خرجت مسيرات رافضة في الأردن. المزيد حول هذه القضية في تقرير الزميل عدنان حميدان، نتابع. الغضب ولا شيء سوى الغضب خرجت به جموع الفلسطينيين وأنصارهم رفضا لصفقة القرن. هي مظلمة القرن، وأكررها وأعيدها على رؤوس الملأ، هي خيانة عظمى. مظلمة القرن إذن، على رواية الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الرئيس العربي الوحيد المنتخب بشكل حر ونزيه رفضه لها. مؤكدا انحياز الشعوب العربية لقضاياها العادلة عندما تمكن من اختيار حكامها. خرجت الجموع بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين في الخارج وعدد من الروابط العلمائية. يدعو العلماء أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما الذين في القدس والضفة الغربية، إلى النفير العام والنزول في مظاهرات حاشدة رفضا لهذه المؤامرة والاعتصام في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأن ينطلقوا بكل صور جهادهم ومقاومتهم، وإن مكررين أن القدس لا تقبل البيع أو المساومة. في غزة انطلقت مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة تجاه ميدان فلسطين وسط المدينة. أما في القدس المحتلة فقد استبقت سلطات الاحتلال احتجاجاتها باعتقالات ومنع للتجمعات منذ ساعات الفجر الأولى. لبيك يا أقصى، هتاف ارتجت له شوارع العاصمة الأردنية عمان. بينما كانت مطالبات مخيمات لبنان صريحة بفتح الحدود لهم. جدار الفصل العنصري في قرية بلعين في الضفة الغربية كان شاهدا على تجمع احتجاجي آخر ضد الصفقة. وتواصلت الأخبار عن مظاهرات هنا وهناك، بينما تنتظر العواصم الغربية مظاهرات أخرى يوم السبت والأحد، يؤكد من خلالها الشعب الفلسطيني والمتضامنون معه أن هذه الصفقة لن تمر مهما كان الثمن. وأرحب بضيوفي في هذه الفقرة. معي في الاستوديو الدكتور عاطف الشاعر، الأستاذ في جامعة ويستمينستر في لندن، أهلا بك معنا دكتور. وعبر سكايب من برلين الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أهلا بك معنا دكتور. مساء الخير. نعم مساء النور. أبدأ معك دكتور عاطف، هبة شعبية جمعة غضب، كيف تابعت الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بعد صلاة الجمعة هذه؟ يعني أرى فيها تظاهرات مشروعة ضد هجمة استعمارية كبيرة تقودها الولايات المتحدة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وأرى فيها أنها يعني يجب أن تستمر، يجب الحفاظ على الزخم والتعبئة بصور مختلفة طبعا، ويجب أن يدرس موضوع كيف ممكن أن تستمر هذه المظاهرات بصورة يعني تجلب الفائدة للشعب الفلسطيني وتساعد في النهاية، أهم شيء هو الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأن هذا مشروع كبير ويحتاج إلى وحدة. إذا تخاصم الفلسطينيين، إذا استمروا في الانقسام، فهذا سوف يضر بهذه المظاهرات ويضر بثقة المواطن الفلسطيني بأنها ممكن أن تحقق أي شيء. فبالتالي هذه المظاهرات هي تعبير مشروع وطبيعي في الحقيقة على هجمة من أمريكا ومن إسرائيل بصورة غير مسبوقة على حقوقهم المشروعة المكفولة في الشرائع الدولية والذي يعني يحملها الفلسطينيون في قلوبهم منذ وقت طويل. نعم دكتور جمال، سؤالي لك في الحقيقة، كيف قيمتم في حركة فتح تلبية الجماهير الشعب الفلسطيني لدعوات التظاهر في هذه الجمعة؟
إلى الآن جيدة، ومن المتوقع أن تتصاعد، ويجب أن تتصاعد، لأن يجب على العالم أن يحظى بفرصة أن يرى مدى رفض الفلسطينيين والعرب والمسلمين وكافة الأحرار المؤيدين للحرية والعدالة في العالم، مدى امتعاض الجميع ورفض الجميع لهذه المقترحات العنصرية التي تحتقر الحق العربي وتستخف بالإرث الحضاري العربي والفلسطيني في فلسطين. يجب أن يتصاعد هذا. أنا للتو كنت أمام السفارة الأمريكية في دوسلدورف، وكان عدد من الحضور، نأمل أن يكون الحضور أكثر المرات القادمة، ولكن العالم كله يشهد يعني أماكن يحدث فيها احتجاجات على هذا الفعل الأمريكي والإسرائيلي الظالم. نحن ننظر إلى هذا كأنه عدوان. نتذكر أنه قبل سنتين تقريبا قام الأمريكان بخطوة ظالمة من هذا النوع، وهي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل وليس لفلسطين. ونتساءل اليوم كم هو عدد الدول التي تبعت وحدت حذو أمريكا في هذا المجال. عدد هذه الدول هو صفر في الواقع، لم تقم أي دولة بانتهاج الطريق الأمريكي في ذلك. إلا أن الآن يعني نتنياهو يرى في هذه الخطة فرصته للصعود في الانتخابات الإسرائيلية، ونحن نقول من الضروري أن يصوت شعبنا في الداخل المحتل في الانتخابات الكنيست لصالح الأحزاب العربية، لكي يقطعوا على نتنياهو والعنصريين الإسرائيليين طريق الانتصار، ويحرموهم من خلال ذلك من فرصة تطبيق هذه القرارات. طيب قبل أن نتحدث عن الانتخابات والتصويت لمن في هذه الانتخابات دكتور، سؤالي لك عن يعني الشعب الفلسطيني، هل ينتظر القيادة السياسية والفصائل أن تتوحد تجتمع على رؤية واحدة لمواجهة صفقة القرن، وبالتالي سيكون الزخم الشعبي أكبر، أم أن الشارع الفلسطيني لا يكترث كثيرا للقيادة والفصائل الفلسطينية؟ بل إن الشعب الفلسطيني عظيم الاكتراث بما يحدث، وهو الذي يكتوي يوما بيوم بنار الاحتلال وظلمه. وأنت محق في سؤالك عن أهمية الوحدة الوطنية في هذه اللحظة، فهي الجسر الأساسي إلى تحقيق حالة من التماسك تجعل إسرائيل والعالم ينظر إلينا بجدية. ما يخصنا كحركة فتح، على الفور إثر الإعلان عن خطة ترامب وما يسمى صفقة القرن، تم بعد اجتماع القيادة اتخاذ قرار بأن يذهب وفد فلسطيني عريض من الفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح إلى غزة للتحاور مع قوى الساحة الفلسطينية في غزة، وطبعا من بينها حماس والجهاد الإسلامي والمتواجدين. هل تم تحديد هذا اليوم، تم تحديد موعد الزيارة؟ لا، الوفد في طور التشكيل، وطبعا لاتصال حماس بنا سبب يعني ما يرتبط بذلك، لكن هناك قناعة الآن أننا يجب أن نضغط أكثر في موضوع الوحدة الوطنية، وهناك أرضية مبشرة. يعني إحنا في السابق كنا مختلفين على الانتخابات، والآن نقترب يعني حماس وافقت. طيب على الانتخابات. أنا يعني سأعود إليك في هذه النقطة، ما هي الأرضية؟ اسمحني بس جملة على هذه النقطة. تفضل. وإحنا طبعا أخرنا المرسوم كما تعلم، الرئيس أخر مرسوم الانتخابات خوفا على موضوع القدس، نحن خشينا أن لا تكون القدس من العملية، وخطة ترامب تؤكد أن هذه المخاوف كانت في محلها. تصور أن لو هناك مرسوم للانتخابات اليوم سنكون في وضع سيء إزاء ما يحدث اليوم من استبعاد القدس. سأعود إليك للحديث عن هذه الأرضية المشتركة بين الفصائل الفلسطينية، ولكن أرحب بضيفي الذي انضم إلي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، السيد إبراهيم المدهون، الكاتب والباحث الفلسطيني. سيد إبراهيم أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. ما هي الأرضية المشتركة الآن التي يمكن للفصائل الفلسطينية أن تتحرك فيها، كما قال الرئيس محمود عباس في كلمته بعد ساعات من إعلان صفقة القرن، في مرحلة جديدة تنبذ فيها الفرقة والتناحر والاختلاف وتنهي هذا الانقسام الذي دام لسنوات؟ من المبكر الحديث عن إنهاء الانقسام، ولكننا اليوم أمام موقف موحد فلسطيني، هذا الموقف ضد صفقة القرن وفرض وقائع تسويوية
تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني. الآن هناك هذا الموقف يعني أكد عليه الرئيس محمود عباس، كما أكدت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، أن ما أعلنه ترامب مجرد حبر على ورق، لن يلتزم أو لن يقبل به ويخضع له الشعب الفلسطيني، وسيتوحد من أجل مقاومته وعدم فرضه على أرض الواقع. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني اليوم موحد خلف هذا الموقف. نعم، أعود لك دكتور عاطف مرة أخرى. الشارع الفلسطيني ينتظر قرارا سياسيا موحدا أم أنه سيسبق القرار السياسي والفصائل الفلسطينية؟ أعتقد أن الشارع الفلسطيني هو الآن في مرحلة هبة عفوية عشوائية على هذه الهجمة على حقوقه. لا أعتقد أنه ينتظر قرار سياسي، ولكن أعتقد في قلوب كل أغلب إن لم يكن كل الفلسطينيين التمني والأمل الكبير بأن يكون هناك قرار فلسطيني موحد وأن يكون هناك وحدة فلسطينية، لأن هذا يعني بدونها وحدة القرن وأشياء أخرى يعني بنفس هذه الفظاعة قد تمرر على الشعب الفلسطيني. يعني الشعوب إذا لم تقاوم، إذا لم تكن موحدة، هذه الهجمة من أمريكا، من الإدارة الأمريكية، يجب أن نفرق ما بين الشعب الأمريكي والمؤسسات الأمريكية والإدارة الأمريكية الذي هي إدارة متصهينة يعني بشكل كامل، وهي كاملا مع اليمين الإسرائيلي، ليس فقط يعني كل إسرائيل لكن طيب اليمين الإسرائيلي. ولكن ألا ترى أن هذه الهبة الشعبية الفلسطينية حتى الآن لا يبدو أنها ترقى لمستوى مخاطر صفقة القرن؟ أعتقد أن الشعب الفلسطيني منهك، يعني يجب أن نعترف في حقائق أن الشعب الفلسطيني منهك. الشعب الفلسطيني مقطع أوصاله ومغلوب على أمره في أمور كثيرة، وهو يحاول جاهدا بما لديه من إمكانيات التعبير عن رفضه، ويجب على القيادة الفلسطينية أن تساعده لكي يستمر هذا الزخم وهذا الرفض بصور أيضا يعني تجلب العالم إلى جانبنا وإلى عدالة قضيتنا، وبصورة أيضا لا تنهك الشعب الفلسطيني. يجب أن لا أعتقد يعني أن لا نبالغ في قدرة الشعب الفلسطيني، هي قدرات عظيمة بلا شك، ولكن يجب استغلالها واستخدامها والتفكير بكيف يتم استخدامها لمجابهة هذه الهجمة. طيب دكتور جمال، أعود إليك مرة أخرى. قلت أن الوفد في طور التشكيل، الوفد الذي سيزور قطاع غزة للاتفاق على المرحلة المقبلة. الرئيس عباس أرسل برسالة تهديد إلى بنيامين نتنياهو بالأمس، هدده بوقف التنسيق الأمني وأيضا أن اتفاقية أسلو تنهار أمام هذه الصفقة. هل يمتلك الرئيس عباس القدرة على تنفيذ هذه التهديدات؟ هي أمر واقع معاش بالنسبة لنا كحركة فتح. أوسلو انتهت في عام 2012 عندما استطاع الرئيس أبو مازن الحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين من الأمم المتحدة. هذه كانت نهاية أوسلو بالنسبة لنا. أوسلو كانت مرحلة يفترض أن تستمر 3 سنوات تنتهي فيها المرحلة الانتقالية ويصار إلى بحث قضايا الحل النهائي، وهي القدس والمستوطنات والحدود والمصادر الطبيعية واللاجئين. الآن إسرائيل يتسيد فيها اليمين الإسرائيلي، قتلوا رابين ودبروا ورطة لأولمرت وأوقفوا السلام، لأن اليمين الإسرائيلي لا يريد السلام، اليمين الإسرائيلي يريد السلطة والاحتفاظ بها للأبد. ولذلك فإن ليس من العجب أن تقول أن هدف اليمين الإسرائيلي هو مواصلة تخويف المجتمع الإسرائيلي لأجل الإمساك بناصية السلطة لأبد الآبدين. ما يخص أوسلو بالنسبة لنا، نحن استفدنا من أوسلو أننا حصلنا على إقامة السلطة الوطنية التي استوفت شروط اعتراف العالم بنا كدولة. من شروط اعتراف العالم بك كدولة أن يكون هناك حكومة واحدة تقود شعب واحد، ولكن الانقسام يضرب هذا الذخر. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت أن أوسلو انتهت لديكم في 2012، ولكن الرئيس عباس يهدد نتنياهو بانهيار أوسلو بالأمس أمام صفقة القرن، يعني يبدو أنه لا زال يرى أن أوسلو قائمة. لا، نحن بنينا على أوسلو ما أنجزناه في عام 2012. بالنسبة لإسرائيل أوسلو انتهت بمقتل رابين وتتصرف على هذا الأساس، لكن هناك اتفاقات انبثقت عن اتفاق أوسلو لا زالت قائمة. يعني منظومة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا قد يبدو
يعني غير مفهوم لمن يتابع من عن بعيد. هي منظومة معقدة، فلسطين لا تعيش إلى جوار إسرائيل، فلسطين تعيش كمدن منعزلة عن بعضها البعض أو قرى منعزلة عن بعضها البعض من أجل المرور بين مدينة وأخرى تحتاج المرور بأراضي إسرائيلية. والاحتلال الإسرائيلي ليس موجود بناء على اتفاق معنا أو بناء على تنسيق معنا. الاحتلال الإسرائيلي يفرض نفسه على الحالة الفلسطينية بقوة السلاح. ولو كانت المسألة رجل لرجل لا يتفوق الإسرائيليون علينا في الذكاء ولا في شدة البأس ولا في قدرتهم على القتال. وأنت رأيت قتالنا عبر العقود المختلفة منذ معركة الكرامة إلى حروب لبنان، غزو بيروت عام 82، الانتفاضتين. ولكن نقطة قوة الاحتلال الإسرائيلي هو أنه مدعوم من سوبر باور لا مثيل لها في العالم. انظر إلى اعتمادهم على أمريكا في كل شيء، كل ما يسيطر به الإسرائيليون. نعم، ولكن يبدو أن هناك من يدعم القضية الفلسطينية الآن، أو الرئيس العربي، أو هو الرئيس العربي الوحيد الذي رفض صفقة القرن بشكل معلن، هو الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي وصفها بمظلمة القرن وأنها خيانة عظمى. للتعليق على هذا الموقف التونسي المقدر بالتأكيد من الرئيس التونسي المنتخب، أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية السيد كمال بن يونس، رئيس مركز ابن رشد للدراسات. أهلا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم، يعني كيف رأيت موقف الرئيس التونسي المعلن والرسمي من رفضه لصفقة القرن ووصفها بالخيانة العظمى وبأنها مظلمة القرن؟ طبعا موقف تونس وموقف الدول المغاربية كان منذ حرب 1948 نفس الموقف، موقف مبدئي دعم شعبي، وفود من المتطوعين بينهم علماء، مثلا الشيخ بن عاشور أرسل وفود، جمعيات أحد العلماء المسلمين في الجزائر، في تونس، في المغرب أرسلت وفود من المقاتلين ومن المجاهدين، دعمت حتى الثورة العربية الأولى، الثورة العربية الكبرى في الثلاثينات. ونفس الموقف حافظت عليه تونس في الثلاثة عقود الماضية أو الخمسة عقود الماضية بعد اتفاق كامب ديفيد وبعد المنعرج الذي وقع في المشرق العربي بعد توريط عدد من دول المنطقة في فتن داخلية وحروب طائفية. الرئيس قيس سعيد وكذلك اليوم رئيس الحكومة المعين إلياس فخفاخ أكد أن الحد الأدنى لا يمكن تغييره في الموقف المبدئي، وأن تونس التي احتضنت القيادة الفلسطينية والمقاتلين، ألاف المقاتلين الفلسطينيين لما طردوا ووقع نفيهم من لبنان ومن مناطق عديدة ولم تتدخل في شؤونهم حتى عودتهم بعد ذلك، ستتمسك بموقفها الرافض وتعتبر أن الموقف المبدئي الحد الأدنى الذي قررته طيب سيد كمال المتحدة والدول العربية أنه ألا يخشى من هذا الموقف التونسي الرافض لصفقة القرن والقدس. نعم، ألا يخشى على تونس من هذا الموقف الرسمي الرافض لصفقة القرن من ضغوط عربية تمارسها دول رحبت ضمنيا بما جاء في هذه الصفقة ودعت الأطراف إلى دراسة متأنية كما فعلت مصر وقطر والسعودية إلى جانب الإمارات والبحرين وعمان والتي أرسلت سفراءها لحضور الإعلان، إلى جانب الضغوط التي ربما تمارس أوروبيا ومن الولايات المتحدة أيضا على تونس، ألا يخشى على تونس من هذا المصير؟ طبعا هناك في تونس من يعترف أو يعتبر أن الرئيس قيس سعيد رفع عاليا السقف أثناء الحملة الانتخابية وكذلك أثناء خطاب أداء القسم يوم تسلمه للسلطة يوم 23 أكتوبر الماضي. كان الجميع يتوقع أنه في أول حوار تلفزي أدى به أمس يخفض اللهجة لكنه تمسك بالموقف المبدئي. الحقيقة تونس لا تستحق أموالا كثيرة لو تتوفر الشفافية ويقع مقاومة الرشوة ويقع تحسين الحوكمة وإصلاح القوانين الاقتصادية والمصادقة على قانون الصرف وعلى قانون التوارد الاقتصادية. هناك عشرات المليارات موجودة الآن في السوق الموازية، هناك رجال أعمال في الداخل والخارج، ودول عديدة تريد أن تدعمها وتريد أن ينجح ما سمي بالاستثناء الديمقراطي التونسي. طبعا يمكن تسويق أن موقف رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو كذلك لامتصاص الغضب الشعبي، والأهم هو أن تونس ليست دولة مجاورة لفلسطين وإسرائيل ولن تكون طرفا في أي حرب حاليا، ولكن موقفها مبدئي. قد تكون هناك ضغوطات لكن يمكن أن تتصرف
مع هذا الموقف. طيب. وتفسره بضغط الرأي العام في تونس والجزائر والمغرب. بالمناسبة الدول المغاربية كانت حتى قبل الثورات العربية مواقفها في الشارع وضغطت لما وقع اغتيال الشيخ ياسين وقعت الرنتيسي وقعت مظاهرات ضخمة في تونس واضطر الحزب الحاكم في تونس وقتها. نعم سيد كمال سأعود إليك مرة أخرى أرجو أن تبقى معي عفوا على المقاطعة. أعود إلى اسطنبول للسيد إبراهيم المدهول مرة أخرى. الرئيس التركي كان له خطاب غاضب اليوم وتصريحات نارية اتهم فيها ترامب وقال أن هذه الصفقة لن تمر، وأيضا أجرى اتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. برأيك الموقف التركي في هذه الصفقة سينتهي عند تصريحات أردوغان النارية وبعض التصريحات من قادة أتراك آخرين، أم أن هناك إجراءات فعلية يمكن أن تتخذها تركيا؟ مطلوب القوى الإقليمية مثل طيب. أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم المدهون الكاتب والباحث الفلسطيني، وأعتذر عن رضاءة الصوت من المصدر. أعود إليك دكتور عاطف مرة أخرى. مواقف الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس أردوغان مواقف إيجابية حتى الآن، لم يتخذها أي رئيس عربي، ولكن سينتهي الأمر عند تصريحات نارية تمتص غضب الجمهور العربي أم أن هناك إجراءات حقيقية يمكن أن تتخذ؟ يعني الإجراءات الحقيقية التي ممكن أن تتخذ هي مقاطعة إسرائيل، يعني هي المقاطعة. هذه الدول لها مصالح معينة وتمشي على يعني على أرضية مصالحها في أغلب الأحيان، يعني هذا شيء مفهوم في الواقع الممزق للشرق الأوسط الذي نحن فيه. ولكن أعتقد أنه يعني هذه مواقف مشرفة ويجب عدم من وجهة نظري أن نقلل من شأننا، لأن هناك دول أخرى للأسف هي تتماشى مع ما حدث، فعلى الأقل أن هؤلاء يتحدثون ولا يشعر الفلسطينيين بشكل عام أنهم وحيدين في هذا الصراع الغير متساوي والغير متكافي والذين هم يعني فيه ظلم عليهم كثيرا. فبالتالي هذه التصريحات هي مهمة من زعماء مهمين، من زعماء ما زالوا يعني متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني، وممكن أن تترجم يعني هناك أشياء ممكن أن يعملوها هي مقاطعة اقتصادية. الإصرار على هذه المقاطعة الإسرائيلية، يعني هناك شيء واضح في إسرائيل أن هذه الدولة هي تريد اعتراف الجميع بها، وليس فقط اعتراف الجميع بها دولة ولكن كمنظومة صهيونية عنصرية، وهذه الدول ترفض هذا، وهذا في الواقع يغيظهم، وهذا شيء هم دائما سوف يسعون إلى تغييره بشتى الوسائل كما نرى. بالتالي هذه التصريحات هي جيدة وممكن البناء عليها. يعني طيب دكتور جمال نزال أعود إليك مرة أخرى، ما هي الخيارات الحقيقية أمامكم الآن للتصدي لهذه الصفقة؟ إحنا لجأنا لمحكمة الجنايات الدولية بعد أن استوفينا شروط العضوية فيها رغم الضغوط الأمريكية علينا والضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية، إذا انضممنا لها هذا خيار. أول أمس قررت المضي قدما في فتح دراسة تخص يعني تحقيق بوجود جرائم حرب إسرائيلية في دولتنا. لم يكن سهلا اتخاذ هذا القرار، والكثيرون شكك في أننا سنتخذه واتخذناه وهو تم. مسار آخر هو مسار المنظمات الدولية الأخرى. المنظمات الدولية الأخرى ساحة حرب مفتوحة بيننا وبين إسرائيل، ونحتاج لكل عون ليس فقط من الدول الأوروبية بل من الدول العربية. علاقتنا بأوروبا تمر أساسا بعلاقتنا بالدول العربية، لا يجوز للدول العربية أن تتراخى في دعمنا. لدى الدول العربية هامش تفاوضي هائل هائل، نطلب من الإخوة العرب أن يضعوا فلسطين في بالهم وأن تفاوضوا مع الأوروبيين على أي صفقة تجارية يشترونها. أنا بدك تعطيني بس شوية مجال وسأكمل حديثي عن الخيارات المتاحة أمامنا. خيار التدويل، الرئيس يتوجه إلى مجلس الأمن، نعم هناك الفيتو الأمريكي، لكن لا تنسى أن الرئيس أبو مازن نجح في زمن أوباما باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ووافقت على أمريكا نفسه. الإدارة الأمريكية صوتت لصالح إدانة الاستيطان. وماذا يعني؟ سأل. هذا يعني أن إدارة ترامب تقف موقف العاري أمام تنصلها من قرارات ومواقف تاريخية اتخذتها الولايات المتحدة نفسها. استوقفني سؤالك إذا سمحت للأخ الكريم من تونس، وقلت له ألا تخشى عواقب الضغط الأوروبي أو لا. الأمريكي على تونس جراء رفضها لصفقة ترامب؟ وماذا عنا؟ ماذا عن الفلسطينيين؟ ماذا عن أبو مازن؟ ماذا عن الضغط الإسرائيلي وقطع حجز أموال الضرائب الفلسطينية لأننا ندفع لأسر الشهداء؟
ماذا عن قطع المساعدات الأمريكية للسلطة الوطنية وللمجتمع المدني الفلسطيني؟ ماذا عن وقف برنامج اليو اس ايد؟ ماذا عن وقف مساهمة الولايات المتحدة في ماذا عنهم دكتور جمال؟ ماذا عنهم؟ هل تخشون قطع كل هذه المساعدات؟ انقطعت كلها، مقطوعة، هي مقطوعة منذ سنة، ألم تلاحظ؟ الله يحفظك. هذه المساعدات الأمريكية على موازنة أمريكا في الأونروا قطعت، مساهمة أمريكا في تمويل السلطة الوطنية قطعت، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة تم إغلاقه، إسرائيل تحجز أموال الضرائب الفلسطينية. هذه ضغوط نعيشها يوما بيوم. وعندما تسألني ماذا نستطيع أن نفعل، نحن يعني تجرعنا المر في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. وأنا ما بدي أقول لك شو مطلوب من العرب أن يفعلوا، بدي أقول لك ما الذي نطلب من العرب ألا يفعلوا. هناك ظاهرة جنونية حقيرة وتافهة، ظاهرة العربي اللي بيحب إسرائيل، اللي بيطلع بيعمل بتويتر أشياء تافهة تسخف انتمائه وتقزم شرفه العربي ويمجد إسرائيل. نطلب من الدول العربية أن تشرع قوانين تحظر تمجيد إسرائيل. إسرائيل تذبحنا وتقتلنا وتصنع منا كفتة وحمص، فلا يليق بكرامة ولا شرف العربي المسلم أو غير المسلم أن يمجد إسرائيل على الأقل. لا تسألني ماذا تريدون من العرب، أقول لك ماذا لا نريد من العرب. التطبيع هو ما لا نريد. طيب أعود إلى السيد كمال مرة أخرى في تونس. السيد كمال، يعني استمعت لما قاله دكتور جمال، الفلسطينيون يريدون الكثير من الدول العربية في الحقيقة. هل تملك تونس إجراءات حقيقية تساعد بها الشعب الفلسطيني أمام هذه الصفقة؟ بصراحة كمتابع للشأن الفلسطيني منذ حوالي 40 عاما، وعندما كانت القيادة الفلسطينية في تونس وحصل لي شرف العمل عن قرب مع المرحوم أبو جهاد وأبو إياد وأبو عمار، وكذلك زرت في مهمة صحفية لوسائل الإعلام الدولية سنة 98 فلسطين، لما كان هناك مطار في غزة وكان هناك انفراج بعد سقوط حكومة نتنياهو الأولى. أقول بكل صراحة وكذلك كمؤرخ أنه لولا الخيانات الداخلية، الفلسطينيون لديهم مال. حضرنا مؤتمرات كان فيها كبار مديرين الشركات العالمية من الفلسطينيين يعقدون مؤتمرات دولية في تونس قبل أوسلو وبعد أوسلو، وهناك أرقام خيالية لشركات عالمية، لكن الفساد المالي والأخطاء السياسية والسياسيين الذين لم يقرأوا كتاب كليلة ودمنة هم ساهموا في إجهاض أوسلو منذ البداية. وأنا أغلبهم أصدقائي، والرئيس أبو مازن صديق وحسن عصفور وكل الأطراف، أبو جهاد و جورج حباس وغيره. يعني هل تحملهم هم جزء من المسؤولية من سيد كمال؟ فترة بما فيها الشيخ ياسين، وهذا يقال بالمناسبة عن كل القيادات العربية. إذا كانت الجبهة الداخلية سليمة، فقط أريد أن أستوضح منك ما قلته بحق الفلسطينيين، هل تحملهم جزء من المسؤولية؟ لا يمكن لإسرائيل وللاتحاد الأوروبي أن يفرض شروطه. نعم، كنت أسألك هل تحملهم جزء من المسؤولية في سياق ما قلته؟ أنا أحمل القيادات الفلسطينية وكل الفصائل الفلسطينية مسؤولية، مثل ما تحمل مسؤولية إجهاض الديمقراطية والثورات العربية لأخطاء كذلك السياسيين، وليس فقط للأنظمة القمعية وللمؤامرات الدولية. إذا تمسك الفلسطينيون بالجبهة الوطنية الموحدة، مثل ما رأينا منذ أيام تحركات مشتركة في رام الله وفي الخليل وفي نابلس وفي قطاع غزة وخارجها، لا يمكن أن يتسلل. طيب أنا لأن وقتي ينتهي في هذه الفقرة ويجب أن أعود للسيد جمال بالتأكيد، لأن لديه حق الرد على ما قلته سيد كمال بن يونس. دكتور جمال، نعم، في باختصار شديد لو تكرمت. نعم، شوف، نحن نتابع المنظمات اللي تعالج موضوع الفساد. الفساد موجود في كل العالم. بالمناسبة الرئيس ترامب سيدان بالفساد ويعزل عن منصبه، ونتنياهو سيسجن بسبب الفساد. كلاهما طالب القيادة الفلسطينية بأن تبتعد عن الفساد. لاحظ، أنا عايش في أوروبا، متنقلا بين أوروبا وفلسطين منذ 30 عاما. للآن لا يوجد، وأنا باحث، أنت ترى جزءا من كتبي ورائي، لم أقرأ في تقرير أوروبي واحد منذ بداية إنشاء السلطة الوطنية تقرير يتهم السلطة الوطنية بالفساد وبسوء إدارة الأموال الأوروبية. ثم أن يوجد لدينا آلية لمكافحة الفساد. فلسطين في مرتبة متدنية جدا في مجال لائحة الدول التي يوجد بها فساد. نحن نفتخر بذلك.
شكرا جزيلا لك دكتور جمال لنزال، متحدث باسم حركة فتح، كنت ضيفي عبر سكايب من برلين. كما أشكر ضيفي عبر الأقمار الصناعية من تونس السيد كمال بن يونس رئيس مركز ابن رشد للدراسات، شكرا جزيلا لك. وأيضا دكتور عاطف الشاعر أستاذ في جامعة ويستمينستر، شكرا جزيلا لكم جميعا.